طيب احنا زي ما حكينا المره الماضيه شفنا موضوع الباكجز وشفنا الباكج تبع السوشيال ميديا. الان في بتلاحظوا ان في عندنا مجموعه من الباكجز اللي موفرها لارافيل استخدمنا بعضها زي السانكتم المتعلق بالاي بي اي والبريز حكينا لكم عنها يمكن بشكل مختصر تمام، والفورتيفاي حكينا يمكن ما حكيناش عنها بس ممكن نحكي عنها اليوم بشكل مفصل هي الفورتيفاي. لكن بدنا هيك مر بشكل سريع على باكج اسمها كاشير. هذه الباكج الباكج هاي تستخدم في موضوع السبسكريبشنز والدفع، تعامل مع موضوع الاشتراكات. يعني انا مثلا بطور في موقع، هذا الموقع مطلوب مني اوفر حاجه اسمها الاشتراكات الشهريه او السنويه سبسكريبشن، وهذه الاشتراكات بتم تجديدها بشكل مثلا تلقائي. فاحنا ممكن نستخدم الباكج الخاصه بلارافيل كاشير. طب هذا الباكج فعليا مرتبطه مع موقع سترايب او في او الموقع الثاني اللي هو بدل تمام، لانه هذول هم فعليا حيوفروا خدمه السبسكريبشنز وخدمه البيمنت. السترايب والبدل هذول هم اللي حيوفروا لي خدمه السبسكريبشن والبيمنت، وبالتالي انا بدي اكون رابط معهم خلال الاي اي كيز والتفاصيل. لكن بشكل عام الكاشير بتستخدم في هذه الجزئيه، تستخدم في هذه الجزئيه في موضوع اني مثلا اعمل اصدار للفواتير الانفويسز السبسكريبشنز تمام. هي مش بوابة دفع، مش انه انا بستخدمها كبوابة دفع، هي بتستخدم في موضوع السبسكريبشن مانجمنت من خلال بوابات دفع زي سترايب او بدل. هذا بالنسبة للكاشير. طبعا المشكلة عشان نقدر لو نعمل تيست او نبني ابليكيشن باستخدامها احنا محتاجين فعليا يكون عندنا حساب على سترايب. مشكلة سترايب انه مش زي باي بال انه بيعطيني اي بي اي مباشره، لا لازم ياكدوا الحساب وتفاصيل معينه ولازم اكون مؤسسه. انا اعتقد جربت احاول اعمل عليه حساب وما قدرتش اكمل عشان الموضوع هذا. الموقع الثاني بدل هذا جديد، هم كانوا يستخدموا في الاول برين ستريم، كان في موقع اسمه برين ستريم اعتقد برين ستريم مش متذكر ايش لا الاشتراكات. انا عندي في الموقع اشتراك برين 3، انا عندي موقع بوفر خدمه اشتراكات شهريه. يعني انا مثلا عامل موقع اللي بيشترك فيه بيحصل على خدمات معينه مقابل الاشتراك تبعه، زي فكره انتوا لما تعملوا اشتراك في موقع زي بيبال ممكن يكون مجاني وممكن لا مقابل فلوس، وفي الفلوس بتاخدوا ميزات إضافية. فمن هذا نفس الفكرة تمام. طبعا موضوع الاشتراكات مبني على موضوع الدفع، وبالتالي هم عشان هيك لارافيل لما طورت هذه المكتبة اللي مكتبة الكاشير ربطتها أو طورت مكتبتين، واحدة مرتبطة مع السترايب مع بوابة الدفع تبعت السترايب، وواحدة كانت أو والكاشير الثاني مرتبطة مع بوابة الدفع تبعت البادل. هم كانوا سابقا رابطينها مع البرين تري، ويبدو أن هم فكوا أو وقفوا الدعم تبعها فحولوا من برين تري لبادل. بدل أنا صراحة أول مرة أسمع فيها. Revenue Delivery Platform ما بعرف اوكي ليش استخدم، له علاقة بالتشيك اوت الدفع والتفاصيل هذه Developer Documentation والتفاصيل تمام. اذا الكاشير تستخدم في موضوع الاشتراكات Subscriptions، انا بعمل في الموقع اشتراك شهري اشتراك سنوي يعني عضويات. باختصار تاني ممكن نتكلم على موقع بيوفر عضويات، وهذه العضويه مثلا عندي العضويه مثلا الفضيه بياخذ ميزات معينه، العضويه الذهبيه بياخذ ميزات. طبعا الميزات والتفاصيل هذه مسؤوليتي انا كمبرمج. الكاشير وظيفتها تعمل مانجمنت لموضوع الاشتراك نفسه، انه هذا الاشتراك بدا من تاريخ كذا وبينتهي تاريخ كذا وعمليه الدفع تبعه والتفاصيل. زي ما حكينا احنا لو بدنا نبني سيستم للموضوع هذا بدنا نربط بالاول يا اما من خلال البدل او من خلال السترايب.
فأنا خلينا ممكن نعمل لقاء يعني كامل للموضوع هذا، بس أنا هيك بشكل سريع حكيت بدي أحكي لكم عنهم. البريز حكينا عنها، البريز بتستخدم في اللي هي الفيو الاوثنتيكيشن فيوز، يعني البريز هي المكتبة اللي بتوفر لي الاوثنتيكيشن يو اي اللي هي اللوجن فورمز والريجستريشن والتفاصيل هذه. طبعا هذه مبنية على مكتبة التيل ويند مش بوت ستراب، فاللي حيستخدمها معناته حيشتغل على تيل ويند مش على بوت ستراب. في بعض الباكجز الثانية زي الداسك، في بعض شغلات يعني هي ما لهاش علاقة يمكن برمجية، مثلا بروفايد ايز يوز براوزر اوتوميشن تيستنج، يعني الداسك هذه بتستخدم في عملية التيستنج تمام، ما بتستخدمش في الديفلوبمنت. الانفوي تستخدم في موضوع انه انا اعمل اكسكيوت لكومنت تاسك تمام، يو ران اون يور ريموت سيرفر، لانه انت تنفذ كوماز على سيرفر تاني مش كتير. فورتيفاي يمكن هذا اللي قاعدين حنركز عليها اكثر، اللي حكينا هذه الباكج الاساسيه في موضوع الاوثنتيكيشن، والجيت ستريم بتكون شغال عليها. طبعا احنا يمكن اشتغلنا يعني مثلا انا حاليا شغال على في المشروع تبعنا السابق، احنا كنا شغالين على بي اتش بي لارافيل 7، احنا كنا في المشروع زي ما حكينا شغالين على بي اتش بي لارافيل 7. طيب هل انا بامكاني انزل لارافيل 45 هذه مع 7 او لا؟ تمام، هو فعليا نص سبورت لانه بدات فعليا من 8، فلو جيت احاول انزل هذه المكتبه اللي هي لارافيل 45 على مشروع 7 مش حيزبط. تمام، يعني خلينا نجرب. لانها حيعطيني ان هي بتعتمد على مكتبات موجوده في 8 في الفريم ورك تبع لارافيل 8، وبالتالي هنا غالبا حيعطيني الكومبوزر ايرور عند العملية هذه. تمام، اعطوا اعطانا خطا لانه في تعارض ما بين الفيرجن اللي احنا محتاجينه. مثلا لارافيل 45 بيعتمد على على الالومنت سبورت رقم اصدار 8، واحنا لان الاصدار مش 8 احنا لان الاصدار 7. طيب طبعا في الحاله هذه لو انا بدي اشتغل معناته بدنا نشتغل على مشروع يكون 8، او بدنا نعمل ابجريد للمشروع تبعنا من 7 ل 8. بس مش مشروع الاسطوله بالنانو، مكسور الستول اللي عملته على الجيت هاب، على جهاز تاني مش على هنا، على جهاز تاني انا عملت ابجريد مش على هذا الجهاز. تمام، الان لو بدنا نحول هذا المشروع ل 8، احنا حكينا الخطوات قبل هيك، يعني احنا بنروح نعدل على ملف الكومبوزر ونحط الديبندنسيز تبعت 8 عشان نعمل بعدين كومبوزر ابديت ونطور الجزئية هذه. فاحنا اذا بدنا نقدر نعمل القصة هاي بدنا نروح على، عشان انا بدي اوضح نقاط في لارافيل 45 ممكن انا اوضحها في مكان او في مشروع تاني، خلينا نروح على مشروع تاني. نيجي على المشروع هذا المشروع معمول على 8 عندي. تمام كده انا حوضح لكم بعض النقاط المرتبطة باللارافيل 45. اوكي طيب هذا المشروع فعليا انا مش منزل عليه لارافيل 45، انا كنت هنا مستخدم معاه لارافيل بريز لانه كان شويه سيمبل، انا كنت فيه محتاج فيه التفاصيل الخاصه باللارافيل 45. طبعا البريز ما بيعطيني الباك اند تمام الخاص بموضوع الاوثنتيكيشنز، فانا بروح عفوا لا بيعطيني اياه وانا بكمل عليه، بيعطيني يعني هو فعليا بيعطيني الكنترولرز هذه البريز، خلينا نتكلم عن لارافيل بريز، بيعطيني الكنترولرز تبعت الاوثنتيكيشن زي موضوع الريجستر
تمام. وموضوع مثلا اللوجن هو بيسموه authenticated sessions، هذا هو اللوجن كنترولر التفاصيل. وهذا اللوج اوت، هذه مكتبة البريز. الآن لو بدنا نشتغل على الفورتيفاي نعملها كاستمايز، يبقى بدي أشوف كمان مشروع غير هذا المشروع. ثواني أشوف لكم بعض المشاريع. شو هتسوي البريز الفورتيفاي ما دام البريز بتقوم بال فورتيفاي فيها ميزات مش موجودة في البريز. نجد هنحكي عنها، بس خليني افتح مشروع معمول على 8. بس أتأكد أنا هنا رابط. حتى هذا المشروع 7 طلع. طيب هنيجي المشروع هذا، المشروع اكيد 8. تمام. وانا هنا عامل له لارافيل فورتيفاي، ننزل عليه لارافيل فورتيفاي. طيب الان طبعا لو نتكلم من البدايه كيف احنا بنشتغل مع لارافيل فورتيفاي، طبعا اول خطوه زي ما احنا بنعرف ان احنا بننزل الباكج هذه من خلال الكوماند تبع الكومبوزر، فكومبوزر ريكوير لارافيل فورتيفاي، فبتنزل عند المكتبه وبعدين بنعمل ببلش لما للسيرفيس بروفايدر ملفات الكونفيج الخاصه بالفورتيفاي. طبعا هذه المكتبه بيجي معها برضه ملفات ميجريشنز، وبروح انفذ امر بي اتش بي ارتسان ميجريت عشان اعمل ميجريت لاي ملفات ميجريشنز بيتم اضافتها، وهيك انا بكون تقريبا جهزت الباكيج تبعت الفورتيفاي. طيب الان الفورتيفاي بيجي مع ديفولت فيوز تقريبا، هو بيعرف لي الراوتس. هنتكلم مثلا هنا هو مثلا by default fortify define routes that are intended to return views such as login screen and registration if you are building a JavaScript driving single كذا you may need to not these routes for that reason you may disable these routes entirely by setting views configuration لا false. يعني بحكي لو انت ما بدك تستخدم الديفولت routes تبعت ال fortify بوفر لي اياها وملفات الفيوز اللي هو بوفرها، فبنروح نحكي فيوز فولس، فهيك انا بعمل ديسيبل لجزئيه الفيوز فقط اللي بوفر لي اياها الفورتيفاي. طيب الان لما بعد ما احنا نعمل النقاط هذه ايش الفورتيفاي بيحتوي؟ طبعا هو بيعمل لي مجلد الاكشنز، في الاكشنز في مثلا بعض الكلاسز اللي بتعمل عمليات زي مثلا هذه الكرييت نيو يوزر اللي هنا بيستخدم اللي هو الكود اللي بيعمل عمليه كرييت لليوزر، وبالتالي هنا احنا بيكون هو حاطط لي الفاليديتور وبنشئ اليوزر وبرجع لي اياه. مثلا الباسورد فاليديشن رولز، هنا عامل رول بيرجع الرولز الخاصه بالفاليديشنز تبعت الباسورد. الريست يوزر باسورد، هذا عباره عن الاكشن اللي بيعمل فاليديشن على الباسورد وبيروح يغيرها لليوزر. تمام. يعني هنا هذا طبعا هذه الاكشنز احنا بنستخدمها داخليا في الكنترولرز، هو بيستخدمها داخليا في الكنترولرز وانا ممكن استخدمها داخليا في الكنترولر تبعي. ابديت يوزر باسورد نفس المبدا، انه لو انا اليوزر بده يغير الباسورد تبعته، وايش الفرق بين الريست والابديت؟ الريست هذا لما اليوزر يطلب انه يغير كلمه السر تبعته، فانا باخذ الكلمه الجديده تبعته وبضيفها. الابديت يوزر باسورد تمام، هذه بتستخدم في
انه انا اليوزر وهو عامل لوجن بده يغير الباسورد تبعته، فانا بطلب منه في الفاليديشن مثلا الكرنت باسورد والباسورد الجديد عشان اغيرها. الابديت يوزر بروفايل انفورميشن، هذا الاكشن اللي يستخدم في عمليه الابديت لمعلومات اليوزر. هذه مثلا الديفولت اكشنز اللي بوفر ليها الفورتيفاي. في ملف الكونفيج انا بعتمد على انه اليوزر نيم والايميل ريكوايرد، الاثنين لازم ندخلهم زي لما اخذنا قبل انه يا النيم يا الايميل. النيم هو الاسم وليس اليوزر نيم. الايميل ايميل الشخص، وبيعتمد على انه الايميل هو اللي بيستخدم في موضوع اللوجين. تمام. النيم اسم الشخص العادي، الاسم اللي انا بضيفه زي الفيرست نيم لاست نيم. في الكونفيج فولدر في عندي حلقه ملف اسمه 45، في الكونفيجريشن تبعت ال 45. اهم شغله ممكن نمر عليها، نبدا من البدايه. الديفولت جارد اللي هيستخدم هو الجارد تبع الويب. احنا بنعرف انه في الاوثنتيكيشنز احنا في عندنا جاردز، تمام، وبالتالي هذا الجارد احنا ممكن نحدد ال 45 هتستخدم في جارد الويب او لا. يعني احنا هل ال 45 انا هستخدمه مع جارد الويب او لا؟ ثواني يا جماعه، ثواني دقيقه. طيب ف هنا عندنا زي ما حكينا، انا ممكن احدد الجارد الديفولت جارد اللي احنا هنشتغل عليه. طبعا هذه الجاردز احنا بنعرفها زي ما احنا عارفين في الاوث فايل. لما نيجي نعرف الجارد تعاوننا زي لما نعرف مثلا جارد بالتفاصيل هذه، فانا بحدد ال 45 مع اي جارد هيشتغل. الباسورد نفس الفكره، اللي هذه بتستخدم في موضوع الريست باسورد، برضه هذه بتكون معرفه على مستوى الاوث. فانا بروح افهم ال 45 هو هيستخدم اي باسوردز انا بكون معرفها هنا. احنا طبعا بالديفولت في يكون عندي يوزرز باس، الريست تبع اليوزرز. لو احنا كنا ضايفين بروكر تاني للباسورد فانا ممكن احدده في ال 45. اليوزر نيم والايميل اللي هو ايش الديفولت يوزر نيم، يعني اليوزر لما يجي يعمل لوجن انا هتحقق من خلال اي حقل، فبنحكي انا اتحقق من خلال حقل الايميل. فلو انا كان التيبل اللي انا مستخدمه في موضوع اللوجن والاوثنتيكيشن عامل فيه حقل لليوزر نيم في عمليه التحقق، فهنا هنحط يوزر نيم. تمام، يعني الكي ثابت، احنا بنغير دائما في الفاليو. فالفاليو هذه زي بتمثل زي فكره اذا متذكرين في الكنترولر تبع اللوجن في اصدار 7 وما قبل، كنا نعرف ميثود اسمها يوزر نيم، وجوه الميثود هذا نخليه يعمل ريتيرن لاسم الحقل. فهذه بديل لهذه الميثود، انه انا هنا في ملف الكونفيجريشن بحدد اسم الحقل اللي هيستخدم في عمليه اللوجن. الايميل بنحدد اسم الحقل اللي هيستخدم كايميل ادرس. تمام، هو حيكون برضه في يعني في الوضع الطبيعي اذا انا مش مغير على الداتابيز حيكون نفس الشيء اللي هو الايميل. الهوم باث انه بعد ما يعمل، اللي هي هذه المسؤوله عن موضوع الريدايركت، انه بعد ما يعمل لوجن او ريجستر وين يتم تحويله. طبعا هو بروح يتحول على هذا الراوت. هذا الراوت عباره عن كونستانت معرف جوا الكلاس اللي اسمه راوت سيرفيس بروفايدر، وهذا الكونستانت مثلا انا بكون معرف بداخله الشكل الراوت اللي حيتم توجيه المستخدم له بعد ما يعمل لوجن او ريجستر. الميدل وير اللي هيتطبق عليها كل الراوتس، حلقه الراوتس اللي هيمر، الراوتس اللي بيعرفها ال 45، ال 45 هيعرف مجموعه من الراوتس زي اللوجن والريجستر واللوج اوت والريست باسورد وسند ايميل، عفوا سند اللي هو الريست ايميل. كل الراوتس هذه بروح انا احكي انه هذه الراوتس هيتطبق عليها هذا الميدل وير. طبعا هو لازم يضل ويب، يعني ما تمسحوش الويب، بس ممكن نضيفه ميدل ويرز اضافيه، لانه الويب هو الديفولت ميدل وير هيستخدم لكل الموقع، وفي من خلاله بيتعرف موضوع السيشنز والسي اس ار اف توكن وخلافه. فلازم يضل الميدل وير ويب، لكن احنا ممكن نضيف اي ميدل ويرز ثانيه لو انا بدي اطبقها على الراوس تبعت ال 45. يعني مثلا عامل ميدل وير لموضوع اللغه وحاب يتطبق على ال 45 راوس، فبنضيف الميدل وير الخاص باللغه هنا. الريت ليميتنج هذه بتستخدم في عمليه انه انا احدد
عدد الريكوست اللي بتصير على الراوت في الدقيقة الواحدة تقريبا. طبعا في اللوجن هي محطوطة مال، يعني هياخد الديفولت، فلو حطينا رقم هنا فانا هيك معناته انه لو طلع، لو عمل لوجن مرة 5 مرات تمام وفشل، في الحالة هذه هقول له يعمل لي ويت لفترة معينة عشان بعد هيك يقدر يحاول مرة تانية. الفيو راوتس هل احنا بدي افعلها او لا؟ هي باي ديفولت مفعله، وبالتالي احنا بنستخدم الديفولت فيوز تبعت الفورتيفاي. اذا انا بدي استخدم ملفات الفيوز الخاصه في، وهذه هلقيت حنشوفها كيف بنعملها، فانا بروح احط الفيوز لفولس بدل ترو. اخر شغله في الكونفيجريشن موضوع الفيتشرز، انا مثلا بدي افعل الريجستريشن في الموقع، بدي افعل موضوع الايميل فيريفيكيشن، فهذه هي الفيتشرز اللي بوفر ليها فورتيفاي: ريجستريشن، ريسيت باسوردز، الايميل فيريفيكيشن، ابديت بروفايل، ابديت باسورد، وتو فاكتور. اي واحده من هذول انا ما بدي افعلها عندي في الموقع بروح اوقفها تمام، مثلا من خلال اني احطها داخل كومنت. هذا هو ملف الكونفيجريشن تبع الفورتيفاي، وهي الشغلات اللي انا محتاج اعرفها عنه. طيب الان لو فرضنا انه انا ما بدي اشتغل طبعا فورتيفاي في ملفات الفيوز تبعته، هيكون مثلا باني من خلال تمبليتس معينه، ممكن تمبليت هذا يكون معمول تيل ويند او غيره. لو انا بدي اعمل ملفات الفيوز الخاصه فيا، هنا بيجي دورنا وشغلنا في جزئيه دي بروفايدرز وفورتيفاي سيرفيس بروفايدر، اللي هو اللي بوفر لي اياه الفورتيفاي. فين دي فورتيفاي سيرفيس بروفايدر؟ في الفورتيفاي سيرفيس بروفايدر هو يكون معرف بعض الاكشنز، مثلا فورتيفاي كرييت يوزر يوزنج، فورتيفاي كرييت يوزر يوزنج تمام. لو انا هنا بروح افهم اللارافيل، عفوا افهم الفورتيفاي، انه لما انا اعمل اليوزر يعمل نيو ريجستريشن، فهو حيروح يستدعي الاكشن تبع الكرييت نيو يوزر، يعني حيروح على الكرييت نيو يوزر اللي في الاكشنز اللي احنا شفناها قبل شويه. وهذا الاكشن شوفنا انه بيعمل عمليه الفاليديشن لهذه البيانات، وبعد كده بينشئ اليوزر وبيراجع. فلو انا بدي استخدم اكشن مختلف، انا كل ما علي بروح في السيرفيس بروفايدر بغير اسم الكلاس اللي هتستخدم في عمليه الريجستر. ابديت يوزر بروفايل انفورميشن يوزنج نفس الفكره، ابديت يوزر باسورد يوزنج نفس الفكره، وريست يوزر باسورد يوزنج. فهنا بيتم تعريف ايش الاكشنز اللي هتستخدم عند العمليات هذه. فانا عندي الامكانيه يا بعدل على الاكشن هذا نفسه، او بغير الاكشن ككل، يعني ممكن اغير الكلاس هذا لاي كلاس ثاني انا بكون معرفه. اهم شيء انه هذا الكلاس بده يكون بيحتوي على الميثودز اللي هو متوقعها، زي مثلا ميثود اسمها كرييت، بتاخد اري فيها بيانات اليوزر وبترجع اليوزر بعد ما يتم انشاؤه. فانا بدي التزم باسم الميثود والساينتشر تبعها، يعني ايش بتاخد وايش بترجع، لكن بهمنيش انا بالضبط ايش يكون اسم الكلاس. طبعا برضه من الشغلات المهمه ان مثلا اكون عامل امبلمنتس للكرييتس نيو يوزرز انترفيس تمام. واذا انا بتعامل مع موضوع الفاليديشن رولز، فبدي برضو اعمل يوز للفاليديشن رولز. نفس الكلام منطبق على تحت. الان لو انا زي ما حكينا انا ما بدي استخدم ملفات لفيو الديفولت، يعني انا مش بالضروره اعطل الفيوز، ممكن اخليها ترو. الترو طبعا حتضلها الراوتس تبعت الفيوز موجوده، يعني لما انا احكي مثلا لوكال هوست سلاش لوجن، فالوضع الطبيعي بطريقه الجيتو هيرجع لي الملف الفيو او شكل الفيو الخاص بشاشه اللوجن. انا الترو هذه حترجع لي، لو انا عملتها فولس هذا المشروع، اوكي خليني اعملها فولس عشان بس نشوف ايش اللي حيصير. نيجي نعمل هنا الـ HP Artisan Serve. Thank you.
اوكي عندي طبعا حاولت اطلع في شاشة اللوجن صار يحكي لي راوت لوجن نوت ديفايند، لانه هيك انا بمجرد ما حكيت له انه انا بدعمل فيوز فولس فانا وقفت الراوتس تبعت الشاشات اللوجن والريجستر، وبالتالي هيك بطل قادر يشوف هذا الراوت. طيب هنرجع على الدرو. الدرو رجع تمام لشاشة اللوجن طبيعي. طيب هذه الشاشة انا بدي افهم الفورتيفاي من وين يجيب ملف الفيو تبع اللوجن. هذا ملف الفيو انا بدي اكون مصممه تمام باستخدام القالب اللي انا بدي اياه، وبالتالي انا بدي اروح احكي للارافيل تمام هذا الامر فورتيفاي لوجن فيو، وبعمل له وببعث له فانكشن. هذه الفانكشن بتروح ترجع ملف الفيو اللي انا بدي استخدمه لشاشه اللوجن. طبعا هذا احنا بنعرف الفيو بنعطي له المسار، يبقى هو بيرجع لي المسار تبع ملف الفيو. نفس الكلام لو انا عندي الريسيت باسورد ريسيت لينك فيو، يعني اذا اليوزر ضغط على هنا فورجيت باسورد احنا بنعرف انه برضه هذا الراوت بدي يعرض لي شكل انه يدخل الايميل، فانا برضه هنا باستخدام الفورتيفاي ريكوست باسورد ريسيت لينك فيو برجع له ملف الفيو اللي بيرجع هذه الشاشه. في ملف فيو تاني متعلق بموضوع ريسيت باسورد فيو، انه بعد ما اليوزر يضغط ضغط على اللينك اللي وصله على الايميل فبرضه بدي اكون محدد له شكل الفيو. اذا انا ممكن اتحكم من خلال الفورتيفاي في ملفات الفيو، عشان هيك انا قادر اشتغل على الفورتيفاي بشكل مستقل تماما عن الجيت ستريم. يعني انا مش محتاج اشتغل على الجيت ستريم، احنا بنعرف الجيت ستريم مش ميزتها انه هي وفرت لي ملفات الفيوز هدول. الان في الفورتيفاي هذه ملفات الفيوز ما بتكون موجوده تمام، فانا وظيفتي اروح اعرفهم على مستوى السيرفيس بروفايدر، احكي للفورتيفاي انه لوجن فيو اللي هتستخدمه هو هذا، مثلا الباسورد ريسيت لينك فيو هو هذا الفيو وهكذا. حتى الريجستر لو انا مفعل موضوع الريجستريشن فبروح احكي له فورتيفاي تمام ريجستر فيو ونعطي له فانكشن، وهذا الفانكشن بتروح تعمل ريتيرن لملف الفيو مثلا لو افترضنا انه اف دوت ريجستر. طيب هيك احنا عرفنا ملفات الفيوز. الان موضوع اللوجن بيصير عند اللارافيل، يعني هنحكي عفوا عند الفورتيفاي. لو انا جيت عملت لوجن فالبروسيسنج تبع اللوجن هذا حيصير من خلال داخليا في الفورتيفاي، يعني الفورتيفاي هي هتعمل البروسيسنج لللوجن تبعي. طب لو انا بدي اعمل كاستم لوجن بحيث انه انا ممكن زي ما حكينا ممكن اخذنا مثال هذا قبل هيك انه انا اتحقق انه من خلال الايميل او اليوزر نيم، في الحاله هذه انا بدي اجي اتدخل في المنطقه هذه تمام واروح افهم الفورتيفاي تمام لوجن ثرو او يوز اتذكر لوجن ثرو فانكشن اذا مش لوجن ثرو لازم تاني اعتقد اوثنتيكيت يوزر. ايوه اوثنتيكيت يوزنج اوثنتيكيت يوزنج تمام. هذه الميثود انا بستخدمها عشان اخلي اللارافيل او الفورتيفاي لما اجي اعمل لوجن بدل ما كان يستدعي الديفولت لوجن فانكشن الخاصه بالفورتيفاي حيصير يستدعي الفانكشن تبعتها. عشان هيك لو انا عملت هنا دي دي مثلا ماي لوجن اكشن تمام، انا بمجرد ما اعمل بس انا احط ايميل حقيقي لاحظ وين راح على طول، راح استدعى الفانكشن تبعتي. في الوضع السابق قبل لو انا ما عرفت هذه الميثود هو كان فعليا
يستخدم الاكشن الديفولت تبع اللارافيل اللي بيعمل عملية اللوجن، وبالتالي كان مثلا بيعمل فاليديشن وبيرجع رسالة خطأ إذا كان اللوجن مش صحيح. تمام. إذا أنا برضه في الفورتيفاي ممكن أتحكم في موضوع الأوثنتيكيشن، أنا بدي أعمل كاستم أوثنتيكيشن. تمام. الوضع الطبيعي أنا ما بلزم، يعني إذا أنا هستخدم الإيميل في اللوجن أو حتى اليوزر نيم، يعني بستخدم حق واحد. لو بدي استخدم اليوزر نيم في موضوع اللوجن، بنروح على الكونفيجريشن وبنحكي انه اليوزر نيم هو حق اسمه يوزر نيم. الان لو بدنا نعمل الموضوع اللي حكينا قبل كده، انه انا بدي اخليه يعمل لوجن سواء باليوزر نيم او الايميل او خلافه، يبقى هنا ما ينفعش احدد حقل. انا بدي اروح هنا بشكل واضح افهم اللارافيل انه عمليه اللوجن هتتم من خلال هذه الفانكشن. طبعا هذه الفانكشن هتبعت لي ريكويست اوبجكت عشان اقدر اتعامل مع البيانات اللي وصلتني. عشان هيك لو عملنا دي للريكوست، عشان برضه نتاكد. تمام. خلينا نعمل لوجن مره ثانيه. هاي وصلني الريكوست اوبجكت اللي هو من نوع لوجن ريكوست، وبالتالي ممكن احصل على البيانات زي قصه اليوزر نيم والباسورد والتفاصيل هذه من هذا الريكوست. زي هنا بيصلني دائما الريكوست اوبجكت في اول بارامتر. الوضع الطبيعي انه انا بعمل هنا ريكوست فاليديت اللي احنا متعودين عليها. مثلا نحكي انه هنستخدم، هيكون عندي حقل اسمه ايميل، وهذا الحقل بده يكون مثلا ريكوير، وحقل الباسورد وهذا الحقل بده يكون ريكوير. طب الايميل هذا الحقل لو كان انا بدي اقراه من وين؟ من هنا. يعني فرضا اليوزر حكى لا انا الاوثنتيكيشن تبعي بده يكون مش الايميل، بده يكون اليوزر نيم. وبالتالي انا ايش ما بدي احط في قيمه الكونفيجريشن، انا بدي اصير استخدمها هنا في عمليه الفاليديشن. تمام. فبالحاله هذه احنا ممكن نستبدل هذه ونستدعي الفانكشن بتاعت الكونفيج، والملف تبعنا اللي اسمه فورتيفاي دوت يوزر نيم اسم الكي، فده حيرجع لي كلمه ايميل. فانا هيك معناته انا بحكي انه حقل الايميل حيكون مثلا ريكوايرد. فهيك انا مثلا بكون ربطت حتى شغلي مع الكونفيجريشن نفسه. ايش ما بنحط في الكونفيجريشن، فانا بغير، فانا بصير اعمل فاليديشن على حسب الكي تبع الكونفيجريشن تبع اليوزر نيم. عملنا فاليديشن، الوضع الطبيعي بنعمل بعد هيك زي ما احنا عارفين يوزر، وبنحاول نشوف هو موجود او لا، مثلا وير. برضه في الوير نفس الفكرة، هذه القيمة. عشان هيك احنا ممكن نعمل هنا متغير نسميه يوزر نيم يساوي القيمة بتاعت الكونفيج، وهنا هنصير نحكي انه اليوزر نيم الفاليو تبعته ريكوايرد. وهنا في الشرط طبعا اليوزر نيم هو اسم الحقل، يعني بيحتوي على اسم الحقل. فلما اجي احكي له وير اليوزر نيم اللي هو مثلا جوا ايميل يساوي قيمة الايميل اللي وصلتني في الريكوست بوست لليوزر نيم برضه، لأنه هذا في النهاية اليوزر نيم في النهاية حكينا زي في النهاية هو عبارة عن اسم الحقل. طبعا فيرست، فاحنا جبنا اليوزر. طبعا الفاليديشن طبعا هذا يوزر إذا كان موجود هيرجع لي. طب اف يوزر، يعني في عندي يوزر بهذا الايميل، في نفس الوقت اند الهاش تشيك الفاليو اللي هي الباسورد اللي بلين اللي وصلتني، اللي وصلتني من الريكوست بوست باسورد، والهاش فاليو اللي حلاقيها موجودة في اليوزر اللي رجع لي في حقل الباسورد تبعه، حلاقي الهاش. طبعا في الحالة هذه إذا كان التشيك اليوزر موجود والهاش تشيك فاليد، يبقى أنا عندي هنا يوزر. هذه الفانكشن احنا كنا بنتذكر احنا كنا نعمل حاجة اسمها اوث اتمت او اوث لوجن عشان اعمل لوجن لهذا اليوزر. اكيد هذا الكلام انا مش هعمله، انا هذه الفانكشن وظيفتها فقط ترجع اليوزر. عشان هيك اذا كان في عندي هنا بيانات هروح اعمل ريتيرن لليوزر، لانه هذه الفانكشن حيتم استدعائها داخليا في الفورتيفاي، والفورتيفاي بتوقع مني كالتالي: يا برجع له يوزر، وبالتالي هيك بيعتبر انه اللوجن فاليد، فهو بيكمل باقي العمليه، بيعمل له سيشن من خلال اللي هو الاوث لوجن،
او لو انا ما رجعت له اي بيانات فهو بيعتبر انه اللوجن فيلد، يعني في عندنا مشكله في اللوجن، وبالتالي بيروح يرجع رساله الخطا. لو عملنا ريفريش هيك صار فعليا، عملنا نفس البروسيسنج اللي بيعمله الفورتيفاي داخليا، لكن احنا هنا صار عندنا تحكم في موضوع اللوجن باستخدام الاوثنتيكيت يوزنج. انا ممكن اعرف الكاستم فانكشن تبعتي اللي مختصه في عمليه اللوجن على مستوى الفورتيفاي، زي ما حكينا مثلا انا بدي اعمل تحقق من خلال اكثر من حقل، فانا ممكن استغل القصه هذه. طيب الريجستر، هل انا في الريجستر ممكن اعمل شغله زي هيك؟ الريجستر هذا هو الاكشن تبع الريجستر. فانا لو انا غيرت الاكشن، تمام، فانا او انا بامكاني اغير الاكشن نفسه، الكود تبع الريجستر بغيره مباشره جوا الاكشن. يعني مثلا بدي اضيف مقوله جديده في التحقق في التخزين، بدي اغير الموديل نفسه اللي انا بنشئه. في النهايه انا هيك برجع بنشئ يوزر، فما فيش عندنا حاجه اسمها مثلا ريجستر يوزنج زي ما احنا عملنا حاجه اسمها اوثنتيكيت يوزنج. فورتيفاي ريسيت يوزر باسورد يوزنج نفس الفكره، الوقت عمليه الريسيت لليوزر باسورد والريكوست ريسيت يوزر باسورد يوزنج اللي هي تستخدم في موضوع عمليه الريسيت لليوزر باسورد. يعني هذا الكود اللي هيستخدم عشان يغير كلمه او اليوزر باسورد، مش ملف الريفيو طبعا، الريسيت باسورد ريفيو هيها واحنا استخدمناها هنا. نتكلم على مثلا يعني وين في كلمة يوزنج، هات نشوف ايش في عندنا. update user password using، update user profile information using، authenticate using، confirm passwords using، create users اللي هي هذا register using، or use or reset user password using. هذول الاكشنز كلهم انا ممكن استخدمهم في عملية انه انا بدي اعمل كاستمايز لهذه العمليات. مثلا موضوع create users بدل ما يتعامل من خلال الاكشن هذا، أو في النهاية موجود create by user using، تمام موجودين. طبعا هذه بتاخد يا بتاخد action class أو ممكن أعطيها function. يعني أنا هنا إحنا بعتين action class، لكن أنا ممكن فعليا أبعت function وجوه ال function مباشرة أكتب الكود اللي بيعمل عملية register لليوزر زي ما اشتغلنا مع موضوع اللوجن. تمام، فهذه بشكل عام التعامل مع الفورتيفاي. انا بشكل شخصي لانه ما بدي اشتغل على الجيت ستريم، فبلجأ اني انا بشتغل على بنزل مكتبة الفورتيفاي فقط، يعني ما بنزل جيت ستريم. احنا جيت ستريم بنزل معها الفورتيفاي، لكن جيت ستريم هي فعليا هدفها موضوع ملفات الفيوز اللي بتوفر لي اياهم من خلال اللايف واير او من خلال الانيرشيا، زائد موضوع الكومبوننتس اللي بتوفرهم وبعض التفاصيل. طبعا هي اللي بده يريح نفسه من موضوع ملفات الفيوز فالجيت ستريم بتريح، لكن هي فعليا عامله لي كومبوننتس شغاله على التيل ويند، مكتبه التيل ويند تبعت السي اس اس. فلو بدي اللي هيشتغل على البوت ستراب في الحاله هذه بده يكون مقيد في الموضوع هذا، انه لا بده يعمل كاستمايز للكومبوننتس كلها او الفيوز كلها تاعت الجيت ستريم. ففي الحاله هذه انا ممكن اشتغل فورتيفاي وانا احدد ملفات الفيوز تبعتي بالشكل هذا، واشتغل بشكل مباشر بدون ما اضطر ادخل في تعقيدات الجيت ستريم. لارا في البريز، عشان كان بيحصل عندي سؤال، هلا هو لو استخدمنا فورتيفاي تيجي معها ملفات الفيو، ولا احنا حننشئ ملفات الفيو؟ الفورتيفاي انتوا هتنشئوها، يعني هي مش هيجي معها ملفات فيوز، تمام. يعني الفورتيفاي ما بيجي معها، عشان هيك اول ما تنزلوا الفورتيفاي هتيجوا هنا اتعرفوا هدول الميثودز اللي بتحدد ملفات الفيوز، اللوجن والريجستر والريسيت باسورد اللي هو الخطوتين تاعونها اللي هي ارسال الايميل. يعني احنا ممكن بالمشروع القديم ناخذ كوبي بيست من الكود تبع الاوثنتيكيشن اللي عملناه قبل مثلا، واذا انا بدي اريح حالي خلص بيمشي
تقريبا. بس انتوا لاحظوا فيش عندنا كنترولرز لموضوع اللوجن، صار اللوجن كله بيتم يعني الكنترولرز تبعت اللوجن والريجستر مش واضحة وين موجودة، احنا بنشتغل من خلال الاكشنز قاعدين. فلو احنا نعمل كنترولرز في الحالة هذه بدنا نغير الراوتس تمام. يعني في راوتس باي ديفولت تتعرف في الفورتيفاي، لو رحنا على الفندور على الريسورسز على لارافيل على الفورتيفاي تمام، هاي الراوتس تبعت الفورتيفاي اللي بعرفهم هو فعليا. هاي اللوجن وين بيروح، هو عنده عامل كنترولرز خاصة فيه، هذه كنترولرز عنده موجودة عنده. الآن هذه الراوتس معرفة مسبقا، لقيت الحل الوحيد عشان أخلي اللوجن يروح على كنترولر أنا عامله إنه بدي أروح أعمل تعريف لهذا الراوت مرة تانية عندي، فبعمل أوفر رايت للراوت تبع الفورتيفاي تمام. يعني هنا هذا الراوت معرف في الفورتيفاي وبيستدعي كنترولر موجود في الفورتيفاي. الآن لو أنا ما بدي أستخدم هذا الكنترولر تمام، بدي أستخدم كنترولر خاص فيا في موضوع اللوجن، يبقى نحن حنروح نعرف هذا الراوت في ملف الراوت تبعنا في لارافيل 7 وما قبل. احنا كنا نلاقي انه بمجرد ما ننزل مكتبة اللارافيل كنا نفتح الويب نلاقي حاجة اسمها اوث راوتس، لان هذه مش موجودة طبعا، او فعليا موجودة ما زالت، لانه هذه فعليا ما زالت موجودة في الكور تبع اللارافيل فريم ورك. فلو انا رحت عرفت الاوث راوتس على الوقت، فانا هيك عملت اوفر رايت للراوتس تبعت الفورتيفاي اللي مشينا في الملف تبعهم تمام بالراوتس. طبعا هذا الراوتس اللي بتيجي مع الاوث راوتس هذا فعليا ايش بتعمل، هذه بتعرف اللي هي سلاش لوجن بتروح على الاوث دوت لوجن كنترولر. يعني معناته انا بدي اروح هكذا على ال HTTP في الكنترولرز اكون هيك حيصير يستخدم هدول الراوتس اللي احنا متعودين عليهم تمام. هذول الراوتس كان فعليا هذول الكنترولرز انا موجودين عندي في المشروع بس مش مستخدمين. ليش؟ لان انا مشتغل على الفورتيفاي، فالفورتيفاي ما بتشتغل على هذول الكنترولرز، الفورتيفاي قاعده بتشتغل على الكنترولرز الداخليه اللي فيها. حكيت لما انا عرفت هذا الكود خلينا حكيت يعني عمليه كتير حكيت له اوث راوتس تمام، وبالتالي موضوع اللوجن هالوقت صار مرتبط بمين، باللوجن كنترولر اللي عندي هنا اللي احنا متعودين عليه تمام. عشان هيك مثلا لو رجعنا على الفورتيفاي ورحت انا قلت له عمل لي هنا دي دي الريكوست مثلا، مش حيطبع الريكوست لانه فعليا مش حيستدعي هذه الفانكشن، لانه انا لغيت دور الفورتيفاي في العمليه هذه ورجعت للكود التقليدي تبعي. بس مش منطقي، طالما انا رحت نزلت فورتيفاي وفي الاخر حكيت له اوث راوت، فانا هيك لغيت تقريبا كل دور الفورتيفاي، فايش وظيفه الفورتيفاي صارت؟ ما لهاش اي وظيفه عندي. لو عندي ملتي اوث واكثر من واحد كان بدك انت تعمل كاستم كنترولرز للاوث الثانيه. دائما الفورتيفاي وغيرها كلها بتشتغل على وان جارد، اي كاستم جارد انت هتبنيه بدك تبني الراوتس الخاصة فيه والكنترولرز الخاصة فيه. يعني الشغل التاني هيكون بالاوث راوتس العادية التانية ولا الاوث راوتس؟ لا مش الاوث راوتس العادية، انت بدك تعمل راوتس يدويا بدون الاوث راوتس هذه، لان يعني الاوث راوتس هتعمل لي راوت اسمه لوجن، هذا الراوت اللي اسمه لوجن مستخدم في الفورتيفاي. انا لو بدي اعمل كاستم راوت اروح اعمل مثلا ادمن سلاش لوجن، فهيك صار انا عندي هذا الراوت مش موجود اساسا لا في الفورتيفاي ولا في الاوث راوتس، وهذا الراوت انا بربطه باي كنترولر انا بدي اياه تمام. انا بس هيك بدي اوضح انه احنا ممكن نعمل اوفر رايت للراوتس تبعت الفورتيفاي سواء باستخدام الاوث راوتس او احنا نعرفها بشكل يدوي. خلينا نشوف لو عملنا لوجين هالوقت. طب لا يقدر تستخدمها انت هنا في مشروعك؟ لا انا تقريبا انا بتعاملش مع مالتي جارز، يعني دائما بشتغل على جارد واحد.
تمام. In order to use authorize method you must install Laravel UI package. لاحظوا هذه انه هذه الauthorize بتعتمد على Laravel UI package. فبحكي لي هنا انه انت لما بدك تستخدم الauthorize بدك تكون منزلها للمكتبة. طيب احنا ما بدنا ننزلها، بس احنا نوضح فكرة الاوفررايت اللي احنا ممكن نعمله. احنا ممكن نعرف route يدويا، route get تمام. الراوت هذا عبارة عن سلاش لوجن، وحيروح مثلا على الكنترولر تبعنا اللي هو auth سلاش لوجن كنترولر at مثلا لوجن او ايش اسم الميثود روحنا هان جوا. اصلا هو فعليا هذا اللوجن كله حيعطيني ايرور، لان احنا مش هذا كل الكود بيعتمد على مكتبه اليو اي واحنا مش منزلينها. طب يروح على كاستم اللوجن كنترولر تبعنا، بس حيعطينا ايرور بس عشان نوضح انه الفكره لوجن فيو. ممكن نعطي اسم لهذا الراوت نسميه لوجن. انا هيك فعليا عملت زي اوفر رايت للراوت تبع اللوجن اللي بيجي مع ال 45 بالراوت هذا، وبالتالي لغيت كل دور ال 45 في موضوع اللوجن، وصرت انا بتحكم فيه بشكل كامل. هذه الطريقه مش كتير مطلوبه اذا انا مش محتاج اعمل اي تعديل، ولكن كتوضيح للفكره. طبعا هنا ثواني، احنا بنتكلم عن ملف الفيو. لاحظ ملف الفيو استدعى مين؟ استدعى اللوجن كنترولر تبعنا. طبعا ما لقاش التريت هذا عشان هيك اعطاني ايرور، لانه هذا التريت بيجي مع مكتبه اليو اي وهذا التريت مش موجود. لو عرفنا هذا الراوت بطريقه البوست تمام، فهيك انا فعليا اللوجن فيو هيشتغل، لانه هيك ال 45 هي اللي عملت الكود هذا. لكن لما اجي اعمل سبميت تمام لهذا الراوت، طبعا لازم نعمل ايميل، هيروح على الكنترولر تبعنا، يعني ما راحش على الاكشن اللي احنا عرفناه هنا. انا فعليا لغيت ليش الراوت الديفولت تبع ال 45 اللي كان يوديه على الاكشن هذا، وقلت له لا في البوست ريكويست حتروح على الكنترولر هذا. اذا انا بجميع الاحوال في اي لحظه اي راوت انا بدي اطلعه من التحكم تبع ال 45 بروح اعرفه في ملف الويب. طبعا بستخدم نفس الاستراكشر تبع الراوت، وبحاول استخدم نفس الاسم تبع الراوت، وبالطريقه هذه انا صرت بشتغل بعيدا عن ال 45 تمام. الوضع التقليدي او الطبيعي انه انا ليش طالما نزلت ال 45 ليش ارجع للاسلوب هذا؟ بدي ارجع للاسلوب هذا، فانا ممكن اشتغل على مكتبه زي اللارافيل يو اي او حتى اللارافيل بريز اللي هي حاليا هي ريكومندد، يعني بدناش نستخدم اللارافيل يو اي. يعني اذا انا بدي اشتغل على ملفات الريفيوز والشغل التقليدي تقريبا بدنا نشتغل على اللارافيل بريز بدل اللارافيل يو اي. انا بالنسبه لي ريكومندد لكم انه تشتغلوا على اللارافيل 45، وممكن تتحكموا في موضوع الفيوز من خلال الاكشنز اللي بوفرها ال 45، وموضوع اللوجن كاستم لوجن. لو انتم محتاجين تعملوا كاستم لوجن ممكن تعملوا الكود هذا، انا فعليا ما كنتش محتاجه، عشان هيك انا فعليا ما كنتش ضايف الكود هذا في الكاستم لوجن اللي انا بنيته تمام. هذه هي بتختصر. هي اللارافيل 8 ما بتدعم مكتبة اليو اي؟ تدعم عادي. ممكن تستخدموها، بس فعليا انتم هتنشئوا الكنترولرز هدول بنفسكم يعني. طب هم ليش هدول موجودين هنا؟ هذا المشروع انا بديته كان 7 تمام، يعني هذا المشروع اول ما بديته كان 7 وحولته ل 8، فبعض الكنترولرز هدول ما زالوا موجودين، لكن هم فعليا لما انتم تشتغلوا مش هتلاقوهم موجودين عندكم. لو انتم بديتوا مشروعكم من 8 مش هتلاقوا الكنترولرز تبعت الاوث. هم موجودين عندي هنا في هذا المشروع، لاني انا هذا المشروع كان 7 وعملت له ابجريد ل 8 وانتقلت من اللوجن التقليدي او من الشغل تبع اليو اي الى الشغل تبع ال 45 تمام. هذه هي يعني فكره ال 45 اللي كان متصاعد من موضوع الجيت ستريم والتعامل مع الجيت ستريم. بامكانه يشتغل على ال 45 ويربط هو ملفات الفيوز بطريقته،
اللي هو متعود عليها. وبعدين عملية الكاستم اللوجن نفسه بتصير في الفورتيفاي. لو بدنا زي ما حكينا نعمل كاستم لوجن نشتغلها. قلت لو انا عندي مالتي جارد هنا بنعمل احنا لوجنز خاصة فينا. طبعا هذه اللوجنز هتروح على الكنترولرز احنا عارفينها، وجوا الكنترولرز احنا بنكتب الكود اللي بدنا اياه، تمام. وبالتالي الجارد الثاني مش هيكون فعليا نستخدم الفورتيفاي، لانه الفورتيفاي بيشتغل على وان جارد، وانا بحدد هذا الجارد مين هو، هل هو الجارد تبع الويب او خلافه، تمام.